بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل مع بعض الفصل الأول نشأة النقود وتطورها. أول حاجة عايزين نعرفها التطور التاريخي لنشأة النقود، ثانيا تعريف النقود، ثالثا صفات النقود. تعالوا نشتغل أول جزء، التطور التاريخي لنشأة النقود. نبدأ بأول نقطة عندي، التطور التاريخي لنشأة النقود. أول حاجة هياخد نظام المقايضة وصعوباته، رقم 2 النقود السلعية، 3 النقود المعدنية، 4 النقود الورقية، 5 النقود الائتمانية. هناخد التطور التاريخي نشأة النقود. أول حاجة هتكلم عنها نظام المقايضة وصعوبتها. في العصور البدائية احتياجات الإنسان كانت بسيطة، وكان بيحقق صفة الاكتفاء الذاتي على مستوى الفرد أو العيلة، فكان كل فرد بيبادل جزء من إنتاجه مقابل السلع اللي بينتجها أفراد آخر تانيين، وبدأت تظهر عندي المقايضة. فقبل مرحلة المقايضة عملية الإنتاج بتاعة الأفراد كان مقتصر على الاكتفاء الذاتي، يعني الفرد كان بينتج حاجته دون أي زيادة. بدأ التعاون بين الأفراد، بدأ الإنتاج يزيد، وعرف الإنسان هنا مبدأ التخصص وتقسيم العمل، فبدأت كل مجموعة تزود من الإنتاج بتاعتها عن احتياجها عشان تحقق فائض. لما بتحقق فائض فبتبدأ إن هي تبادله بسلع تانية، وظهرت عندي هنا المقايضة. فتحول الإنتاج من مجرد إن هو بيعمل اكتفاء ذاتي لإنتاج من أجل التبادل في السوق. ففي ظل نظام المقايضة عندي هنا هو بينتج احتياجاته وبينتج ما يزيد عن احتياجاته بحيث ان هو يحقق فائض يقدر ان هو يبدله. فلو عندي هنا واحد بيشتغل في الزراعة عايز يبادل او يقايض بقمح زايد عن احتياجاته، فبيشوف حد بيشتغل مثلا في الصيد ويبدأوا عملية المبادلة. بيقوم نظام المقايضة عن مبادلة العينية لمنتجات اقتصادية في مقابل منتجات اقتصادية أخرى. فالفرد هنا بيبادل زي ما قلت من شوية اللي بيفيد عن حاجته من السلع. زادت حاجة الإنسان، بدأت إن هو يتطور ويتنقل من مكان للتاني، وظهر الحاجة للتخصص وتقسيم العمل، وبدأ يظهر عندي هنا عيوب للمقايضة. هي صعوبات المقايضة أو العيوب بتاعة المقايضة. أول حاجة صعوبة توافق مصداق الرغبات بين المتعاملين. نظام المقايضة كان بيعتمد على توافق رغبات المتعاملين في الوقت والزمان والمكان. فلو في فرد بيملك كمية معينة من السلع وعايز يبدلها بسلعة تانية، فلازم إن هو يلاقي فرد بيحتاج السلعة دي في نفس الوقت وعنده فائض كمان من السلعة اللي الفرد الأول محتاجها. يعني مثلا لو شخص عايز يبادل قطن بالرز، طيب هو مش لاقي شخص محتاج القطن، يعني ممكن الاقي الشخص اللي عنده الرز بس هو مش محتاج مني القطن. فظهرت عندي هنا مشكلة اللي هي توافق مزدوج للرغبات بين المتعاملين. تاني عيب عندي او تاني مشكلة عندي ان كان في صعوبة ايجاد وحدة مقياس للتبادل. يعني ايه؟ يعني ما كانش في طريقة واضحة اقدر ان انا اقيس بيها قيم السلع والخدمات المختلفة اللي بيتبادلها الافراد عن طريق المقايضة. فما كانش في طريقة واضحة اقدر احدد بيها قيمة السلع والخدمات. تالت عيب عندي ان صعوبة توافر وسيلة عامة صالحة لاختزان القيم. نتيجة ان العيب الاول ان ما كانش في توافق في الرغبات، فظهرت عندي مشكلة هنا اللي هي مشكلة احتفاظ بالقوة الشرائية. ليه؟ لأن كان في عندهم مشاكل في تخزين السلع بتاعتهم، إن هي كانت بتتطلب تخزينها نفقات عالية، ده زائد إن السلع كانت بتتعرض للتلف، وكان ممكن إن هو يلاقي السلع اللي هو عمال بيخزنها دي مع الوقت يلاقوا لها سلع بديلة، فده بيقلل أو بيفقد أهمية السلعة اللي الفرد مخزنها. فكان عندي هنا مشكلة ان هي السلعة بتاعته تحافظ على القوة الشرائية بتاعتها.
فظهر عندي هنا مشكلة إن هي تكون وسيلة صالحة لاختزان القيم. رابع عيب عندي أو مشكلة عندي، مشاكل المقايضة، عدم قابلية بعض السلع للتجزئة. السلع بتختلف بينها وبين بعض من حيث حجمها وقابليتها للتجزئة. في سلع حجمها صغير زي القمح والفول والعدس والفاكهة، دي حجمها صغير ووحداتها بتاعتها قليلة، فممكن إن أنا أجزئها أو أقسمها لكميات صغيرة. لكن في سلع تانية هي بتتسم إن حجمها بيكون كبير زي البيوت والدواب مثلا، فده صعب إن أنا أبادل سلعة كبيرة بسلعة عندي هنا غير قابلة للتجزئة زي البيوت والدواب بسلعة عندي صغيرة، فهنا ده بيزود من صعوبة المبادلة. خامس صعوبة عندي أو خامس عيب عندي، صعوبة إيجاد وسيلة للمدفوعات الآجلة. آلات المدفوعات الآجلة في نظام المقايضة هي السلع، وفي عندي صعوبة في تخزينها وإن أنا أحافظ على قيمتها، لأن السلعة دي بلاقيها بتكون عرضة للمخاطر، وبكده إن أنا عندي عرضة للمخاطر التانية إن قيمتها أصلا بتنخفض أو بتقل. نبدأ بأول نقطة عندي، التطور التاريخي لنشأة النقود. أول حاجة هياخد نظام المقايضة وصعوباته، رقم 2 النقود السلعية، 3 النقود المعدنية، 4 النقود الورقية، 5 النقود الائتمانية. وكمان السلع عندي هنا ما كانتش كلها متجانسة أو لم تكن متجانسة الوحدات، والنقود السلعية لم تكن قابلة للتجزئة عشان أشتري بعض السلع الصغيرة زي ما احنا قلنا في الهند كانوا بيستخدموا المشية. النقود السلعية لم تتميز بخاصية مهمة جدا وهي سهولة الحمل والتخزين. فاتنقلنا بعد كده لمرحلة النقود المعدنية، إنهم بدأوا يستخدموا معدن في عملية التبادل بتاعتهم. في البداية خالص كانوا بيستخدموا حديد والنحاس والبرونز، بس نتيجة إن مفيش رقابة عليه وبدأ الإنتاج بتاعه يزيد فقيمته قلت، فبدأوا يستخدموا معادن غالية زي الذهب والفضة. طيب نيجي عندي هنا، هبص ألاقي إن في مميزات ظهرت للنقود المعدنية زي خفة الوزن وارتفاع القيمة، إن في عندي صلاحية إن أنا أخزنها وأدخرها، النقود المعدنية قابلة للتجزئة وقيمتها نسبيا ثابته، نتيجه ان عندي هنا في ندره نسبيه للذهب والفضه فبلاقي ان في ثبات القيمه نسبيا. رابع شكل في التطور التاريخي للنقود هي النقود الورقيه. استخدم الانسان لفتره طويله المسكات المعدنيه، وكان لحمل التجار للمسكوكات دي والانتقال بيها من مكان لاخر الكثير كمخاطر كتيره تعرض ليها زي السرقه او الضياع. فعشان يتغلبوا على المشاكل دي ظهرت عندي النقود الورقية. يعني ايه؟ هنشرحها ببساطة كده. دلوقتي انت معاك فلوس وانا هنا التاجر او الصاغة او الصيرفة، فهتيجي تحط النقود المعدنية او العملات المعدنية او السبائك الغالية الثمن دي عندي عشان احافظ لك عليها من مخاطر الضياع. طيب مقابل كده انا هتلقى منك عمولة ايه؟ هتلقى حاجة اسمها عمولة حراسة. طب عشان انت تضمن حقك بالعملات المعدنية أنا هحرر لك شهادة أو وثيقة لصالحك، فاحنا بنسميها شهادة ورقية لصالح المودعين. عايز تيجي تسترد الوديعة بتاعتك أو تيجي تعمل عملية شراء أو تسدد دين، بتيجي تسترد الوديعة بتاعتك من بالورقة أو بالشهادة اللي أنا مديها لك. فهتلاقي هنا مكتوب عندي أول حاجة إن بيودع الأفراد ما لديهم من عملات معدنية أو سبائك نفيسة إلى التجار والصاغة والصيرفة ليحتفظوا بها في أماكن آمنة بعيدة عن مخاطر الضياع.
بيتلقى التجار مقابل ذلك عمولة حراسة. التجار والصاغة بيحرروا وثيقة أو شهادة ورقية لصالح المودعين. لو المودع عايز يعمل عملية شراء سلعة أو يسدد دين، كان بيتقدم للمودع إليه ودعته ويستردها مقابل إن هو بيقدم الشهادة الورقية ليه، وبيستلم الذهب وبيدفعه للبايع اللي اشترى منه السلعة أو بيسدد الدين اللي في ذمته. خامس صعوبة عندي، وخامس عيب عندي، صعوبة إيجاد وسيلة للمدفوعات الآجلة. آلة المدفوعات الآجلة في نظام المقايضة هي السلعة، وفي عندي صعوبة في تخزينها وإن أنا أحافظ على قيمتها، لأن السلعة دي بلاقيها بتكون عرضة للمخاطر، وبكده إن أنا عندي عرضة للمخاطر التانية إن قيمتها أصلا بتنخفض أو بتقل. خامس شكل من أشكال التطور التاريخي للنقود، النقود الائتمانية أو المصرفية. أهم حاجة بتميز النقود الائتمانية انقطاع الصلة نهائيا بين قيمتها كنقود وبين قيمتها كسلعة. بتمثل النقود المصرفية شكل من أشكال تطور النقود المتداول. مستوى النشاط الاقتصادي ارتفع، فحجم الدخل النقدي برضه ارتفع، فبدأ الأفراد يودعوا أموالهم في المصارف التجارية ويستخدموا الودائع دي في إتمام العمليات التجارية. بعد ما اتعرفنا على التطور التاريخي لنشأة النقود، اللي هو كان أول حاجة عندي نظام المقايضة، تاني حاجة نقود سلعية، رقم 3 نقود معدنية، 4 نقود ورقية، 5 نقود ائتمانية. بعد ما عرفنا التطور التاريخي لنشأة النقود، تعالوا نعرف إيه هو تعريف النقود. أنا هتكلم عن تعريف النقود وأنا قاعدة شغالة كده معاكم في النقود السلعية. قلت لكم إن هي لازم بيشوفوا سلعة ليها قبول في المجتمع، فلما اجي اعرف عندي هنا النقود ان هو اي شيء بيلقى قبول عام وبيصلح ان هو يكون وسيط للتبادل او وسيله للدفع. يبقى في تعريف النقود ان هو اي شيء بيلقى قبول عام كوسيط للتبادل او وسيله للدفع. تالت حاجه صفات النقود. ايه صفات الفلوس اللي موجوده معايا او النقود اللي موجوده؟ اول حاجه عندي ان هي لازم يبقى ليها قبول عام. تاني حاجه سهل ان انا اشيلها او سهله الحمل والنقل. رقم 3 التجانس، 4 قابلية للتجزئة، 5 صعوبة التلف. رقم 1 عندي هنا إن هي تتمتع بالقبول العام من كافة أفراد المجتمع، وإن هي تكون وسيلة مناسبة أقدر إن أنا أساوي بيها جميع المعاملات الاقتصادية اللي عندي. رقم 2 صغيرة الحمل والنقل، إن هي تكون صغيرة الحجم وكبيرة القيمة، ودي لو نفتكر إن هي كانت من صعوبات المقايضة وصعوبات النقود السلعية، لكن صفات النقود أهم حاجة فيها إن هي تكون سهلة الحمل والنقل وصغيرة الحجم وكبيرة القيمة. رقم 3 التجانس، ده معناه إن وحدات النقد عندي هنا بتتماثل كلها من ناحية السمك والشكل والنقوش المرسومة عليها. رقم 4 عندي هنا في صفات النقود ان هي قابلية للتجزئة. عشان تؤدي النقود الوظائف بتاعتها لازم ان هي اقدر ان انا ابدلها بسلعة منخفض الثمن، فاقدر ان انا اجزئها تكون قابلة للتجزئة لوحدات صغيرة مناسبة انها تسهل لي المعاملات الصغيرة عشان تقدر تغطي كل انواع السلع الموجودة في التداول. رقم 5 الصلابة وصعوبة التلف. وحدة النقد ان انا اختارها شرط أساسي إنها تكون مقاومة للتلف ومعمرة نسبيا. رقم 6 الندرة النسبية، وحدة النقد لازم تكون عندي ندرتها النسبية هنا مستقرة، ما بقاش عندي إنتاج وفير منها قوي فتنخفض القيمة بتاعتها، ولا إنتاج ضعيف فترتفع قيمتها بشكل كبير.